بعد ما تعلمت شي 35 سنة وطلعت لبرا فترة وجبت معي شهادات بشي 35 كيلو، كان عندي براسي 10 كتب بدي اكتبهم. هلا قطعت أول سنة طار أول كتاب، قطعت تاني طار التاني، قطعوا العشر سنين طاروا كلهم. هلا ركب محلهم غير نوع كتب بس فيها أسئلة. هلا هاي الأسئلة بنحب الليلة تشاركوني أطراحي بعض منهم، يعني في أسئلة بايخة وأسئلة فلسفية. طبعا كل فلسفات العالم فيها تختصر بثلاث أسئلة بايخة: منين جاي وشو بدي أعمل وين رايح. هلا منين جاي مش وقتها، هلا صعب نقولها. هلا خلينا نشوف شو عم نعمل نحن. هلا أول شيء تنشوف إذا نحن موجودين. بخبرنا واحد اسمه أينشتاين، قال من شي 100 سنة لك هالعالم، قال الوقت بيمغط، يعني بيقرب لقدام بيرجع لورا. يعني بمعنى آخر أنا نظريا فيني أرجع لورا وسحلب على تخت أهلي وحركش وامنع وجودي. يعني أنا موجود ولا مش موجود؟ طالما وقت بدي فيني أرجع لورا وحركش. طيب فنفترض يا خيي أنا موجود، هات لنشوف كيف نعيش نحن. بخبرونا المي مصدر الحياة. كيف بقى؟ ما المي مش عضوية، منا أورجانيك. كيف شيء مش عضوي بيعطي حياة لشيء عضوي؟ والأحلى من هيك نحن بناكل ملح مثل واحد بياكل حجار، يعني ما هيدا مش عضوي كمان. طيب أكلنا حجار، هات لنشوف كيف مننمى. منطلع على جسمنا منلاقى في عنده خلايا طبعا بتموت وبينمى غيرها. يعني بمعنى آخر إيدك هيدي بتصفي غير وحدة، وإجرك وبطنك كيف تعرف عليهم؟ ما هو غير هوديك، غير تعبية امبارح. والأسوأ من هيك أنه عدد البكتيريا اللي بجسمك أكثر من عدد الخلايا. يعني إذا بتجيب أنت هذا تبع البرش وفيه صراصير بتطرق لك طرقة هيك تنزل 10 كيلو يعني. وأنا بنصح هون النسوان مثلا خلوا هيك إشانتيهم بركي مثلا بنطلون ما فيه نسوها ودي هيدا نشوف كيف نتصرف. بخبروك قال شو ما بدك تعمل بالحياة، شو ما عم تعمل في شيء دائما وراء دافع. شو وراء الدافع يا با؟ بقول لك مثلا الحاجة. شو وراء الحاجة؟ العوز بضل يرجعك لورا تتلبد بشيء اسمه وعي. شو وراء الوعي؟ ما في شيء وراء. ها وين موجود هذا الوعي؟ ولو بالمخ. ها منيح. وين في شيء طنبورة وعي بالمخ بيطلع ما في؟ بيطلع هذا المفي مسؤول عن كل تصرفاتك. طبعا هاتوا نشوف نحن شو بنعمل بالدنيا. طبعا اول شيء لازم نأمن حاجاتنا، ناكل نشرب ننام نترك التلفزيون داير كل الليل. واذا اجى لعندك شاب صاحبك مثلا بتوطي له صوته بس بتخليه داير، لازم يضل التلفزيون داير. هاتوا نشوف نحن في جنسين من البشر اجمالا، في ناس نباتيين بحشوا يعني، وفي ناس كلاس بتاكل لحم. هلا في ناس بتاكل صرصير، ناس بتاكل حيايا حشرات اكسترا، ونحن قال شو بنقرف منهم؟ بياكل صرصور. هلا نحن شو بناكل؟ ما قديم، كراعين، طياز دجاج، مش هيك؟ سناسل، نخاعات السنة، نيفا، نحن من نجورة، فوارغ، فشه، كبد. لك نحن بناكل بيض، ما بتاكلوا بيض غنم؟ غريب انه في شيء بالحيوان واحد ما بينزل بالميزة، ما بعرف ليه. ولك نحن بناكل كاكا. هلا اللي بياكلوا قريدس هلا هون بصيروا يتذكروني كل ما اكلوه. الغريب انه نحن برا اخترعوا شيء اسمه درايف ثرو لانه ما عندهم وقت ياكلوا، ونحن قريبا راح تفوت الارجيله على الماكدونالد. وهلا تنحكي الدغري المطبخ اللبناني لذيذ، ونحن بنقعد بناكل ست ساعات، اوقات بنوصلهم بعضهم كل نهار اكل. واحلى شيء عندكم بتعرفوا الحيوان بياكل، شايفينكم شي حيوان بياكل كل النهار كل النهار. احسن شيء الوجبات، بالوجبات مثلا كلها اكل وشرب. تكون عم تزور شي حدا مثلا وانت مستعجل، اقعد بالقهوه يا زلمه، ولو انه لازم تقعد بالقهوه. او مثلا رايح على شي دفن وانت مفروض انه نفسك ساده، احلى شيء بس يجيبوا لك كبيت المي وبيحطوا لك صحن تحتها. ليه؟ ليه كبيت الويسكي ما بيسوي لها؟ هاتوا لنشوف اللبس. تبوا هلا انتم اللي لابسينهم هودي غير طبعا امبارح، لانه كل مناسبه لها ثيابها، صح؟ صح؟ هلا اكيد انا انه في حدا عاضد الصباط على اجره مثلا، او مثلا لابس من هذا البوط اللي ببلش من هون وبيوصل للزلعين وانت عم تشتشن، او مثلا خانقته كرافاته مثلا، او مثلا تفازرو قشاطه. شايفينكم شي دابه لابسه كعب مثلا؟
الحيوان لبسوا منه فيه بلت ان احلى شيء، بس اخترعوا المكسي للمرأة، بلشت مكسي بعدين قصروها شوي صارت جيب، بعدين ميني جيب، ميكرو جيب، بعدين شورت، صاروا يعلوا لها بهالشورت بقى، اخر شيء ما عاد شيء على دق خلص، اخترعوا لها التاي باس صارت توطي بنت. هلا عندنا اسئله عن علاقاتنا نحن مع بعضنا، خصوصا عن اللغه. بتعرفوا بس اخترعوا اللغه صاروا ينقلوا الاشكال المبرره، اجوا الفينيقيين غيروا المبدا واستعملوا الاصوات، وصلنا شيء كذا الف سنه هيك يعني. ف بيجونا من شيء 30 40 سنه ناس بسموا حالهم البوست ستراكشراليزم ما بعد البنيويين، بيقولوا عم اهلك حبيبي هذا المبدا غلط، وما في ولا كلمه بتعني معنى واحد، بتعني عدد لا متناهي من المعاني. يعني هلا بمعنى اخر انتم كيف عم تفهموا علي يعني؟ يعني بحكيكم هيروغليفي مثلا او مسماري، وعندنا لسه عبارات رهيبه مثلا تشعر بدني، فهمنا شو يعني؟ اكلت بدن شو يعني؟ عبك وينو بربك، فرجيني عبك، خبيب عبك، تحاكب عبك، او الخاطر مثلا في إلها سينونيم. احلى شيء زياد الرحباني بغنيته سلم لي عليه، شو يعني سلم لي عليه؟ يعني خذ لي ايدي انتعى معك سلم عليه ورجع لي اياها، وليك ها بوسه بخده وطول لي عليه، طول لي الي. احلى شيء الاسماء الخمسه اللي بدرسوا لنا اياهم نحن وصغار، بتعرفوا الاسماء الخمسه مش هيك؟ اب اخ حم فوزو، طلع في وحده سادسه اسمها هنون. شو يعني هنون؟ العضو التناسلي لدى المرأة. تخيلوا واحد صغير مثلا هيك مادموزيل، شو يعني هنون؟ عيب. بس لذي السؤال ليش بعدهم مخلينا الأسماء الخمسة؟ هلا بالحياة أوقات تنحشر، أنت عم تعاطى مع غيرك، بتفوت ورا واحد على الحمام مثلا تقرف أنت، حضرتك تقعد ساعة اثنين، وهالغزات بقى عم بقول لك عم يطلعوا من خيرك بخراشيمك مثلا. وانت شو احلى شيء هودي في منهم بيقروا الجريده كلها وهن عم يتنشقوا. الحمامات الرومانيه كانوا يبقوا حد بعضهم مش هيك؟ بتعرفوا انتم. وهن شو سوشيالايز؟ يعني كل الحواس ماشي عالم، يعني انت فيك تسمع طبعا تشم في حاسه وحده ما بعرف ليش. هلا بتعرفوا انتم ليش انا ريسنتلي اكتشفت انه ليش بحطوا الكرسي بالحمام العمومي قريبه على الباب مش بعيدة؟ لأنه اكتشفت إنه دائما القفل بيكون مخلوع، بدك تسندها بإجرك لتعملها. وأحلى شيء بس أحلى شيء بس بدك تغسل إيديك، تغسل إيديك وبدك تفتح الباب، كيف تفتحه؟ لأنه برك اللي قبلك مش مغسل، كيف تعمل هيك؟ إنه الإنسان ليش بحب ريحته البشعة بربكم؟ غريبة يعني، في ناس بتشم تتنشأ، في ناس بتمرق إصبعها بمحلات من جسمها وبس ما حدا يشوفه بين صبيع اجريه مثلا. وقال شو انت بتقرف؟ هلا اذا جبت لك كبايه مي انا وبزقت لك فيها وقلت لك حط اصبعك لي اعوذ بالله. هلا اذا انا بخطط لك فيها نيع عليك. واذا حطيت لك بيبي فوق الخلطه مصيبه. وحضرتك يا حبيبي بتدندل حالك بالبسين وبتغطس لتعطوب وبتبلع مي بخرشيمك. ايه بتقرف انت. دخلكم الحيوان بيقرف شيء؟ على فكرة على سيرة الحيوان، ليش المحمية سموها محمية؟ تيحموا مين من مين؟ هلا أنا عندي مشكلة بدي على السريع بدي إنه الإنسان بيتلذذ بأذى حاله، مثل المثل بدي أحرق شروالي نكيب جاري مثلا، ما هيدا شروالي، أو بيكونوا اثنين وهن صغار بالصف مثلا، بيكبر واحد بياخد منصب مثلا، بيجي هيدا بيصير يقول لي بكل عمره قاعد حدي على الطبقة كنت نقله، هلا اذا اخذ منصب اكثر كل عمره الكف برقبته شبر ونازل مخطه مثلا، انه لازم يقسي. او بس نخترع اشياء مثلا بتضرنا مثل السلوليرات تبعكم، انا سلوليري في تلفزيون بس ما بعرف رد على الكول الثاني مثلا، عرفتوا؟ او مثلا بس يتغير الويندو او يتغير الوورد، انا بيعلي لي ضغط الوورد هيدا بس يتغير. او بس نخترع مثلا مايكروويف بيتعير على شهر، مين هو هيدا اللي بده يحط فروج ويسافر ويرجع يجي ياكل فروج؟ غريب. وهلا طلع معي سؤال جديد، المنظمين على الحفله من المشكورين كثير طارقين هالبروجيكتورات علي انا هيك ومش شايف، انا مفروض شوف رديت فعلكم مش عم شوف، مفاونس يعني 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 بركي حدا عم يبكي، انا واقف هون حس حالي مثل بهلي عم بحكي لحالي،
حتى وقت ما بنعرف بيطلع ما بتعرف بيطلع معك اوقات لازم انك تعرف. كنا نروح عند الحكيم برا مثلا، شفنا هالصبي يا حكيم معه حراره، حرارته 40، يفحصوا هيك ما يعرف مثلا اي فيروس اذا معنا شيء. ايه حكيم شو بناخذ له؟ ما بيروح، هذا بيروح لحاله ما تاخذ له شيء. هلا الحكيم اللبناني عمل حساسيه، بدي اختم، كانوا يحذرونا نحن وصغار، حذوره قال في شيء كل ما تشيل منه كل ما يوسع. طلعت الجوره مش هيك؟ انا طلع معي انه في شيء، انه العقل مثل الجوره بس بالقلب، كل ما تحط فيه كل ما يقل، بتقل المعرفه وبيقل الفهم. هون في ثلاث احتمالات. اول احتمالات يا انه انا غلط عم بحكي، وبالتالي قد ما تكثر معرفتك المفروض تقل اسئلتك. هون بسال حالنا سؤال انه نحن بنموت عمرنا كبير عندنا معرفه، ها شو هالتايمينج اللي مزبط لنا اياها؟ يعني انه بدهم اياهم هيك فوق؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، الاحتمال الثاني، انه مخك بزرزب، يعني انت بتحط من هون بشرش من وراء. او الثالث بدك تقبله معي انه قد ما كبرت معرفتك قد ما كبرت حمرنتك. عرفت كيف؟ انه بس تعرف تطلع حمار، واذا ما بتعرف بتكون اساسا حمار. يعني يا انك تسعى تكون حمار وانت واعي لها يعني بدأ، يا انه طل طميص خليك. انا قررت اكون حمار بشريطه، مين بيحب يف... بدي اختم الاخر بقول لنيتشه، بيقول نيتشه انه النكته هي اساءه لحدا بس بضمير مرتاح. فكروا فيها تبقوا بعد شوي كثير حلوه، حيالله نكته تركب عليها. وانا صار لي من اول التوك عم سيق لحالي وسيق لكم، وانتم عم تضحكوا المفروض تبكوا. شكرا.